wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. يا مساء الجمال عليكم. يا مساء الحب. يا مساء التفاؤل. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بنات حواء. كل سنه وانتم طيبين، كلها ايام قليله جدا، وهنستقبل 2020 ونودع 2019. هنودع 2019 بكل ما فيها من احزان، من خلافات. عايزين نستقبل 2020 بكل حب، بكل تفاؤل، وكمان بنهني اخواتنا المسيحيين باعيادهم، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وبقول لكل حبايبي وكل صحابي وكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب تحققوا كل احلامكم في السنه الجديده ان شاء الله. واللي محققش اي حلم السنه اللي فاتت هيحقق ان شاء الله السنه اللي جايه. وخليكوا ورا حلمكم ومتمسكوا بيه علشان تقدروا تحققوا كل اللي نفسكوا فيه. ده يطلع فوز. Thank you.
رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، بس بنقول بابا نويل كل سنة وانت طيب، وان شاء الله السنة الجاية تحقق كل أحلامك. خلينا بقى نشوف أو نودع السنة اللي فاتت بحاجات جميلة وحاجات خيرية كتيرة شفناها، منها مبادرات كتير قوي شفناها، وفي وسط الحالة اللي احنا أول ناس فيها كلها الظروف طبعا كانت ممكن تكون مش كويسة بالنسبة للشباب، لكن احنا شفنا مبادرة جميلة جدا وهي مبادرة الرحمة حلوة، عاملينها مجموعة شباب بيحاولوا يجتهدوا انهم يعملوا حاجة ويحسسوا الناس بالخير. الشباب دي قايمة بدور كويس جدا، واقفين وعاملين تأثير كويس جدا في أرض الواقع، ومن الخدمات دي مساعدات وأنشطة وتوفير فرص شغل، وكمان دروس اللي كل أولياء الأمور بيعانوا منها. بجد احنا يعني بنشكركم جدا على مجهوداتكم والحاجات اللي انتم بتعملوها، وكل ده طبعا ليه هدف واحد، ان الناس تحس ببعض وتساعد بعض في الخير، وده طبعا احنا بنتمناه في 2020 ان شاء الله يكون بينا كلنا خير وحب ونساعد بعض. طيب ممكن نرحب أستاذ مدحت عبد التواب مؤسس مبادرة الرحمة حلوة. ألو، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ مدحت، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، منورنا في بنات حواء. نور نور حضرتك طبعا. ربنا يخليك. احنا طبعا في الاول احنا بنشكركم جدا على المبادرة اللي انتوا مؤسسينها بجد، يعني ونعمل شباب. قول لي استاذ مدحت في البدايه كده، انتوا بداتوا ازاي الفكره دي؟ والله الفكره بدات ان احنا بنحاول نبص لبعض في موضوع ان احنا نحس ان مثلا في امان، في ناس عايزه تعمل خير، في ناس بتحب تعمل خير، في ناس بتحب تشوف غيرها احسن. عندنا طموح وعندنا امل ان احنا ننشر الرحمه وننشر فكرتنا في كذا حاجه. احنا تمام. الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة ان احنا معانا ناس بتساعدنا وناس بتتابعنا وناس بتشجعنا، فعايزين نزود الناس دي، عايزين تمام. كلها تبقى كده. طيب قول لي يا استاذ مدحت، في عواقب بتقابلكوا في المبادرة دي؟ والله بص حضرتك، ما فيش حاجة بتمشي دايما سهلة، يعني بنلاقي عواقب وبنلاقي حاجات، بس دايما الكلمة الحلوة اللي الناس بتقولها لنا والدعوة وكملوا واستمروا هي دي اللي بتشجعنا ان احنا نكمل، وما نبصش طبعا بقى للكلام اللي يعني ما فيش حاجه بتنجح او حاجه بتظهر غير لما بيبقى ليها اعداء او ليها ناس كده، وكل دوت بيعوضوا دعوه من القلب. يعني احنا بنشوف الدعوه ونشوف فرحه الناس بينا، بس ده كفايه عندنا قوي يعني. طبعا طبعا بجد احنا يعني انا شخصيا بشكركم على المبادره الجميله دي، وطبعا اي حاجه فيها خير طبعا بتكمل وبتستمر. طيب قول لنا كده، يعني تفاعل الناس معاكم، يعني احنا بنشوف مبادرات كتير بس عايزين نعرف المبادره بتاعتكم دي ايه التفاعل معاها؟ ما انا اقول لحضرتك، بس كل حضرتك طبعا بتقولي ان في مبادرات كتير، احنا بنشوف مبادرات كتير وبنشوف ناس بتحاول، بس مين اللي كمل، مين اللي استمر؟ ايوه حضرتك احنا بقى لنا 3 سنين شغالين، تمام. اللي شغلنا واللي خلانا نكمل دعم الناس لينا تمام وقفتهم معانا. احنا ابتدينا من لا ما فيش، النهارده وصلنا ل 140 الف عضو معانا على الصفحه. عيله، احنا عملنا عيله، عملناه ما بيت شاء الرحمه الله حلوه، مش اي حاجه زي ما الاغنيه كده قالت بالظبط، احنا بيت الرحمة حلو، ما شاء الله. طيب ده اسم كفاية يعني. بتروحوا محافظات؟ تروحوا محافظات يا مدحت؟ لا احنا والله رحت مرة القليوبية بس، وفي ناس كلمتني من محافظات تانية ان هي عايزة تعمل نفس الفكرة عندها، فاحنا ما بنمنعش ده، لان يا ريت كل الناس توصل بعض بالفكرة وتوصل بعض الموضوع، مش شرط كمل الاسم اللي انت عايزه، بس الفكرة ان انت تخدم تساعد
تعمل حاجة أنت حاببها، تعمل حاجة تقعد لك في الآخر. تمام. طيب قول لنا كده، يعني انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني بتساعدوا اي فئة اصلا يعني، او بتروحوا لهم ازاي، او بتوصلوا لهم ازاي؟ حضرتك احنا بنعمل اعلانات عندنا على الصفحه. اولا احنا كان الشغل كله سوشيال ميديا بس، فابتدينا عايزين نوصل للناس اللي ما تعرفش، مش كل الناس عندها فيس او مش كل الناس مهتمه بالموضوع دوت، فابتدينا نوصل لهم من خلال ان احنا بقى نبتدي ندخل كل بيت، نعمل تمام. معارض في الشوارع نعرف الناس بينا، نعمل سنتر مثلا للدروس باسعار مخفضه جدا على الناس توصل لنا، نجيب خضار تمام. مثلا ونبيعه من فتره من الفترات، محلات فراخ محلات لحمه بتساعد معانا. فوصلنا للشارع ووصلنا للسوشيال ميديا، الاثنين عملنا بينهم ميكس كده ان احنا وصلنا للاثنين الحمد لله، اسم الرحمه حلوه سمع. بعد كده بقى ابتدت تجي لنا مساعده مثلا في شارع او جار لحد من عنا على الظروف، ظروفه مش حلوه مثلا، محتاج عمليه، محتاج علاج، جميل محتاج عروسه يتيمه مثلا تتجهز، حد عليه ايجار ما بيدفعوش، حد عليه جميل جدا. كهرباء، كل الكلام ده بقى بنحاول ان احنا نساعد بعض بيه، بس بعد ما بنتاكد من الحاله تمام. نفسها هل طيب تستحق او لا تستحق. قول لي يا مدحت، حتى بتعملوا قوافل بقى يعني في كل الاماكن، ولا بتستهدفوا مثلا اماكن معينة؟ لا احنا ملناش مكان معين لهدف، ان احنا شغالين سوشيال ميديا، فاي مكان اي حد ممكن تمام. يكلمنا، بيكلمنا ناس من اماكن كتير، بس بنحاول نوصل له عن خلال ناس في نفس المنطقه هي اللي بتقدر تجيب لنا الاستعلام بتاعه، او يعني ده يستاهل او ما يستاهلش، لان طبعا الموضوع برضه ممكن يبقى فيه حاجات فيك كتير نصب كتير وكده، تمام. فناس تبي تستحل ده. لا ده مش يعني ده الحمد لله احنا بنحاول نمنعه جدا، وعاملين عليه خطوط لناس مسؤولين بيه هي اللي تقوم بيه، مش اي حد، اي حد بيجي بيتعامل بنفس الشكل يعني. تمام. طيب قول لنا استاذ مدحت، نوعية الخدمات اللي انتوا بتقدموها ايه؟ نوعية الخدمات اللي احنا بنقدمها، حضرتك ان احنا بنعمل اعلانات شغل، بنعرض مثلا شغل الحد عندنا على الصفحة مجاني، طبعا في صفحات بتاخد اجر على الكلام دوت، احنا بنعرض المحلات اللي ستات بيوت بتجيب شغل، مثلا اللي بتشتغل في الملابس، بتشتغل في الجبن، بتشتغل في الفطير، بتشتغل في العسل، كل دوت احنا بنحاول نساعدهم ان احنا نعرفهم بالناس ونوصلهم بالناس بشكل اسرع، لان الصفحة عددها كبير. غير ان احنا عملنا خدمات زي مكتب الرحمه حلوه، بنعلم فيه موسيقى، بنعلم فيه رسم، بنعلم فيه كل المواد بقى عربي واللغات والخاص باسعار مخفضه. عملنا خدمات زي حضرتك ان احنا بنقول بنجهز، بنساعد مش بنجهز، بنساعد في جهاز عرايس، بنساعد ان احنا نسدد دين عن غارمه، بنحاول نوفر ادويه مثلا الناس مش محتاجاها، لو في تمام. دواء مش موجود او ناقص في السوق بنحاول نوصل له من خلال علاقات من عندنا من على الجروب، وناس بتساعد معانا كتير. تمام. الحمد لله بنجيب تخفيضات مثلا من صيدلات بخصومات على ادويه لناس غير مقتدره، بننزل مدارس زي ما حضرتك شفتي في الكليب كده، تمام. عملنا حاجه اسمها ضحكتهم بالدنيا، نزلنا كشف مجاني على الاسنان كامله، فرشه ومعجون للطفل اللي اسنانه كويسه، يعني بنحاول نعمل اي حاجه فيها فرحه وخير للناس، نساعد بعض بيها بحاجة بسيطة، بس حاجة بسيطة بتفرق مع الناس، بتسمع معاهم بتفرق معاهم جدا. طبعا طبعا تفرق طبعا. طيب قول لنا بقى كلمة أخيرة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي والله وشايفيننا. احنا بنتمنى ناس كتير تعمل كده، بنتمنى نفضل مكملين وبدعم الناس معانا وبتشجيعهم، نفسي الدنيا كلها يبقى فيها الرحمة والفرحة، لأن احنا يا كلنا رب. جوانا خير، مفيش حد مفيش جواه خير، ايا كان هو ايه بالظبط او تفاصيله ايه، بس فعلا جواه خير، فاحنا بنحاول مع بعض نوظف الخير ده، فمش شرط مع الرحمه حلوه، مع اي مكان ترتاح فيه او تحس فيه ان انت تقدر تدي فيه خير بجد ما تاخرش، عشان الخير غيرك كتير مستنيه، غيرك كتير قوي مستنيه، احنا بنحمد ربنا ان احنا يعني ايه بنعدي اليوم، في ناس مش عارفه تعدي اليوم، في ناس بيفرق معاها الكلمه الحلوه، الدعوه الحلوه، ضحكتك، ابتسامتك، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة تبسم اصابع والسلام. اخيك صدقه، فده يعني احنا بنحاول نعمل ده، نرسم البسمه بس والفرحه وعلى ناس فعلا كانت فقدت الامل. إن شاء الله يا رب يا رب يدوم الخير دايما بينا،
واحنا بنشكر جدا جدا حضرتك وكل فريق مبادرة الرحمة حلوة، وبنشكر طبعا الأستاذة جهاد الجندي على دورها برضو في المبادرة. احنا بنشكركم جدا جدا بجد على كل اللي بتعملوه مع الناس. ما كان معانا مدحت عبد التواب مؤسس مبادرة الرحمة حلوة. بمناسبة الخير وأعمال الخير اللي الناس كلها بتعملها، احنا جالنا صورة من متغيب من فترة كبيرة قوي، جات لنا صورة من مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إن الشخص ده متغيب وأهله بيدوروا عليه. بعد إذنكم بس ننزل بصورة المتغيب. يا ريت كل اللي يشوف الصورة دي يا ريت يا ريت يا يبلغنا عن طريق الرسائل أو يتصل على مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. يا رب يرجعوا يا رب بالسلامة لأهله، وممكن يبعت لنا على صفحتنا أو على صفحة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. طبعا لو في أي حاجة أو حالة زي كده تحبوا تنوهوا عنها، ممكن ننوه عنها في البرنامج إن هي مفقودة. يا رب يا رب يرجعوا، يا رب تكون السنة اللي جاية خير وسعادة على أهله إن شاء الله ويقدروا يلاقوه. أنا أسيبكم مع فاصل ونرجع نشوف باقي فقرات بنات حقوق.